شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بدأنا موديول وحدة جديدة وهي كونسوفوا ان ريزو انفورماتيك. إذا سنتعلم أساسيات الشبكات المعلوماتية، وفي الأخير سنقدم بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية، لأن لا مستقبل بدون لغة إنجليزية، خصوصا الأشياء الحديثة. إذا كتعريف بسيط، ما هي الشبكة المعلوماتية أو ان ريزو انفورماتيك بالفرنسية، لأننا متبوعون بامتحان بالفرنسية ما دمنا ندرس العلوم الفرنسية، ولكن سأشرح باللغة العربية، وفي الأخير سأقدم بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية. ان ريزو انفورماتيك هو ان انسومبل ديكيبمون رولي انتر بور اشانجي les informations et les ressources. إذن أهم شيء الريزو انفورماتيك شبكة معلوماتية، سان انسومبل ديكيبمون، مجموعة من المعدات، رولي انتر يعني مترابطة فيما بينها، لتبادل المعلومات، اي ressources يعني سنشرح هذه الأشياء. إذن الهدف هو تبادل المعلومات. تخيل عندنا مثلا شركة بها مجموعة من المكاتب، كل مكتب خاص بموظف. إذن الهدف من هذه الشبكة هي تقاسم المعلومات. إذن بدل الانتقال من هذا المكتب إلى هذا المكتب لإعطاء بعض المعطيات، سنقوم بإرسال المعطيات انطلاقا من هذا الحاسوب، سواء باستعمال البريد الإلكتروني أو بعض التطبيقات الأخرى. إذن ان ريزو انفورماتيك هو لونسومبل ديكيبمون. لاحظ هناك موزع أو كونسنتراتور أو كوميتاتور، هوب أور سويتش تسمى، بحال قلتي رالونج، فوالا، وتنديروا مجموعة ديال لي كابل فير هاد المعدات. إذن دائما هو لونسومبل ديكيبمون، يعني يكون عندنا إما يكون عندنا أن بيسي، ولا يكون عندنا أن سيرفور، ولا تكون عندنا إمبريمونت. علاش؟ ما يمكنش في الشركة كل واحد نديروا لي إمبريمونت. إذا غنديروا إمبريمونت وحدة تتسمى إمبريمونت ريزو بارتاجي، باش ما نضيعوش الحويجة. إذا في هذا الريزو نقدروا نامبريميو. اذا كاع الموظفين في واحد البيرو يقدروا يستعملوا امبريمونت بارتاجي باش يقدروا امبريميو لي دوني. اذا المهم هو تقاسم لي ريسورس، بحال هذه القضيه ديال الامبريمونت لي ريسورس، وتقاسم المعلومات يعني ارسال المعلومات عبر هذه الشبكة المعلومياتية. فوالا، إذا بالعربي الشبكة المعلوماتية هي تجمع لمجموعة من المعدات بهدف تقاسم المعلومات والمعدات، فوالا، حتى المعدات. إذا سنتطرق إلى بعض ليزيكيبمون غيزو أو بعض مكونات الشبكة المعلوماتية. إذا مكونات الشبكة، يمكن أن نكتب مكونات فوالا الشبكة المعلوماتية، فوالا الشبكة المعلوماتية إن صحت. إذن هناك بوست دو ترافاي أو ديفايس أو هوت إن إنجلش، ثم هناك سيرفر خادم. أنا سيرفر يعني عبارة عن حاسوب بقوة كبيرة يقدم مجموعة من المعطيات لمجموعة من الحواسيب، تسمى سيرفر إن إنجلش، ثم روتور راوتر إن إنجلش، ثم كوميتاتور سويتش، ثم كونسنتراتور هوب، ثم بون يعني بريدج. فوالا، سنتعلم هذه الأشياء، سنتعلم هذه المكونات إن شاء الله واحد، ثم ريبيتر أو ريبيتر عندما يكون عندنا السينيال أو المؤشر ضعيف، نقوم بجلب جهاز يقوم بتقوية الإشارة. فوالا، إذا سنتعلم جميع هذه الأشياء أحبائي الكرام. ثم هناك ميديا دو ترانسميسيون. إذا كما قلنا هنا هوب، هنا لاحظ هنا أحبائي الكرام، كونسنتراتور ولا هوب، ثم مجموعة من الحواسيب، ربما يكون سيرفر أو كليون. فوالا، سنقول سيرفر كليينت اند سيرفر او حاسوب عادي. اذا هناك لي ميديا دو ترانسميسيون. لي ميديا دو ترانسميسيون هي الكابلاج، يعني الكابلاج هي مكونات لي كابل، يعني روابط بين مختلف معدات الشبكه المعلوماتيه. سنتعلم ان شاء الله ما هو الكابل كوأكسيال، مثلا الفيبر اوبتيك، اطياف الضوئية، ثم ويرلس، ثم يعني عبر الإشارة الواي فاي مثلا، ثم كابل أبيرتوز هذي ولا كابل كوأكسيال. غنتعلم إن شاء الله شنو هما هاد لي تيب ديال لي كابل. كاين دي كابل اللي تيربطو بين مثلا روتور والروتور، وبين مثلا روتور وبين البيس. إذا هناك مكونات كثيرة. وعندما نتطرق إلى إيكيبمون انفورماتيك، ليس بالضرورة الحواسيب، قد يكون هاتف نقال، هاتف محمول، هاتف ذكي مثلا، طابعة، ثم هناك حواسيب إلى غير ذلك. فوالا، إذا بالإنجليزي أحبائي الكرام، وات إز أن نتورك، ما
هي نتورك؟ عندما نقول غيزو انفورماتيك بالفرنسية، الشبكة المعلوماتية بالعربية، أما أحبائي الكرام بالإنجليزية نتورك. عندما what is a network، ما هي الشبكة المعلوماتية؟ A network consists of two or more computers that are linked in order to share. قلت أن network consists of two، يعني من اثنين أو أكثر، اثنين أو أكثر computers، يعني حواسيب، that are linked، يعني linked يعني موصولة فيما بينها، in order لهدف، in order لهدف، to share أقل شعر يتقاسم، partage، to share resources يعني الرسوس، such as ك printer and CD. ولا exchange، قلت الهدف الأول هو هذا share resources، تقاسم المعدات، and exchange files، لتقاسم الملفات الخاصة بالمعلومات، or allow electronic communication، ولو يتسمح اوتوريزي، هذه الشبكه تسمح بالتواصل الالكتروني كالشات والبريد الالكتروني. The computers، قال كزيدي الحواسيب، on a network، في شبكه معلوماتيه، may be linked through، قال لك may be، قد تكون مربوطه فيما بينها، through cables، يعني كما قلنا لكابل، telephonic lines، يعني غالبا عندما ندخل الانترنت نستعمل الدسال، وهو عبارة عن خط هاتفي مثلا، ثم هناك روتر، وعلى الروتر نربط به مجموعة من مثلا سويتش، ثم سويتش مجموعة من الحواسيب. أحبائي الكرام، إذا مجموعة من الحواسيب، ربما هناك هاتف مجموعة من الحواسيب، قد يكون هناك خادم كبير جدا أو سيرفر. إذا أحبائي الكرام، لينكد ثرو كابلز، تليفون لاينز، راديو ويف مثلا، موجات الراديو، أو بالساتيليت، هناك الإنترنت مقدمة من طرف مثلا الأقمار الاصطناعية، أو انفريد لايت بيمز. فوالا، إذا لايت ضوء، انفريد يعني ضوء. فوالا، إذا شكرا على انتباهكم أحبائي الكرام، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى لشرح هذه الأشياء بالتفاصيل إن شاء الله، وكذلك باستعمال باكيت راسر، التطبيق الذي يحاكي الواقع. شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء.